بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، صلوا عليه وسلموا. صباح الخير ومس الخير عليكم أعز متتبعات ومشتركين، خواتاتي وأمهاتي وخالاتي. إن شاء الله قاعد تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نشارك معكم وصفة من أروع الوصفات بالكرنب. يعني الأغلبية ما يأكلوش الكرنب، سيختو الصغار، يعني الأطفال أغلبية ما يبغوش الكرنب. بهذه الطريقة يجي بزاف 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 بنين، صدقوني بنة على بنة. يعني وأنا أول مرة نجربها بهذه الطريقة وعجبني بزاف بزاف، مام ولادي كلاوه، زوجي يعني كلاوه افيك بليزير، تالمو جابنين. الوغ نبداو بسم الله الرحمن الرحيم في الوصفة. إذا أول حاجة تحكمي الحبة تاع الكرنب تاعك ماذا بيك يكون جديد، كل ما يكون جديد تكون ورقته طرية. الوغ تغسليها، تقلعي هذوك الوراق اللي من فوق، هذوك الخشان موسخين تقلعيهم، تغسليها مليح وديريها في الماء والملح كيما كتشوفي في طاجين ولا في قدره، في الماء والملح. الوغ تخليها تزيدي لها النار وتخليها ساعه ساعه تقلبيها، كتحاولي باش تقلبيها ولا تغطيها باش تحكم بلاصتها وتطيب من كاع الجوايه، تدخلها الطياب من كاع الجوايه. نديروا لها بهذه الطريقه باش كي نجوا يعني نقلوا لها الوراقي نقلعوهم كاع كيف كيف، يعني ما يتقطعوناش. نخلوها واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه. ومن جهه واحده اخرى هنا عندي نص درجاج رحيتها في الروبو مع شويه شحم، هذيك الشحم تعطيه بنه شابه شابه للصدر تاع الدجاج او ميم طون يجي طري. درت معاهم زوج فصوص تاع الثوم. الوغ نرحيهم بيان حتى يولي لي عجينه كما راكم تشوفوا. الان نرجع للحبه تاع الكرنب تاعي، قلعتها طابت مليح، انا نبغيه طايب. الوغ خليته يطيب مليح، نقلع هاد الوراقي كو تشوفوا يعني كي تغلوه الوراقي ينقلعوا لكم فاسيلمو، يعني ما يتقطعوش. ابار هادو الفواكه هادو يطيبوا بزاف، يعني تسيبوهم شويه مقطعين بصح الاخرين يجوا شابين. اذا البنات اللي يبغوا الكرنب طايب بزاف بزاف بزاف، ما يبغوش يقعد هكا مقرمش، الوغ شي يديروا بعد ما تفيضي هكا شويه، تفيضي واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه قد ما تقلعي الورق. بعد ما تقلعي الورق تستفيهم في الكسكاس، ديري هادوك اللي ما طابوش مليح من تحت والاخرين من الفوق، وتزيدي تخليه يفور في الكسكاس مده مليحه حتى يكمل طيابها 100%. اما انا هذا النتيجه يعني تكفيني، خليته كيما هكا وقليته مليح، جاني مليح كيما راكم تشوفوا. هذا الوسطاني اللي ما لحقاش الطياب، هذا الدخلاني كاع، الوغ غادي نقطعه غير هكا على زوج ونزيد نديره يكمل طيابه. نقلع هذاك الخشين، هذاك الجزء، هذاك العظم تاع الكرنب توجور تقلعوه على خاطر هذاك فيه البنه وفيه المروريه وكاع. الوغ نرديته يطيب، بعد ما يطيب نصفيه مليح كما راكم تشوفوا، صفيته مليح من الماء، زدت درت له ورق ماس يشرب منه كامل هذاك الماء كما راكم تشوفوا، عبصته مليح باش يقطر غايه. ومن بعد نديه نطحنه، نطحنه مليح حتى نتحصل على عجينه تانيك. ومن بعد نضيفه لهذاك الدجاج اللي رحيته ونضيف شغل نزيده مع الحشوه كما راكم تشوفوا. نرحيه مليح بالروبو ونرده هنا في نقلع هذا العظم، هذاك اللي يجي خشين، هذاك ما يجيش بنين وثاني مر. اذا كما راكم تشوفوا زدته للدجاج اللي رحيته مع الشحم وزوج فصوص ثوم، نزيد عليهم شويه فلفل كحل، شويه ملح، سكنجبير، وشويه كركب، والكاري تاع الدجاج. الكاري تاع الدجاج لا عندكم صحه ما عندكمش تقدروا ما ديروش. ودرت شويه قزبر مرحي، ودرت مغرف صغيره تاع لاموطارد، نزيد شويه تاع هريسه برك اللي يبغوا البنه تاع الحار، يجي بزاف الحار مليح. يعني على العموم اللي ما يبغوش ما يديروش، مام لاموطارد لا ما كانتش كاينه تقدروا تستغنوا عليها، بصح شوا تبلوا مليح الحشوه تاعكم. الوغ نخلطها، ما زدت لها حتى حاجه، خلطتها برك ونبدا نعمر في الوراقي تاع الكرنب. كيما قلت لكم اللي يبغوه طايب 100% الكرنب ما يبغوش مقرمش شويه، ما عليهم غير يعاودوا يفوروه ويديروا هذوك يعني اللي كانوا من الداخل في وسط الكرنب الورق الداخلانيين، يديروهم من تحت في الكسكاس حتى يطيبوا 100% ويحشوهم. هنا نبدا نحشي فيهم. هنا هاد الحبات الواله نسيت ما درت لهمش الجبن، الوغ نتوما ديروا لهم الجبن من الداخل. انا حتى من بعد باش فكرت الجبن وليت ندير الحشو وندير في وسطه الجبن، يعني باش يجوا بنان. وتطوهم كيما هكا كيما كنت تشوفوا، يعني كيما من نطو البوراك، يعني طريقتهم سهله. الان تفكرت الجبن حتى كملتهم تقريبا. الوغ نطوي من ومن يعني ونزيد في الوسط نرولي كيما البوراك يعني تماما. الا كانت هذيك العظم خشين في الورقه تقلعوه بيان سيغ، باسكو هذاك يجي مر كيما قلت لكم وما يطيبش ويجي مر في الماكله. الوغ نرويهم كاع كيما هاك. كي نكملهم نبدا مباشره نقلي فيهم. كي تقلوهم ضروري البنات تخلطوا سوا السمن مع الزيت، سوا المارغرين مع الزيت اللي يكون عندكم، مهم لازم ديروا سمن ولا زبده باش يجيكم مقليين مليح ويجوا طريين. الوغ نستفهم كيما كنت تشوفوا بعد ما ذاب هذاك السمن، ستفتهم نقصوا النار، اهم حاجه نار متوسطه يعني تقريبا ناقصه، ونخليهم يتقلوا على مهلهم باش الحشو يطيب
والكرنب تاني يكمل الطيابة. حاجة ضرورية يعني لازم تنقصولهم باش يطيبوا مليح سيغتو ما الداخل. بعد ما قليت كامل يعني الكرنب تاعي دوك نوريه لكم، الان نجي ندير الصلصة. هنا درت في نفس المقلة، غسلتها درت لها مغرف تاع زبدة، مغرف صغيرة برك تاع السكر تاع زبدة، وزدت الحليب واحد نص لتر هكذاك، نص لتر. ندير لها الملح ونخليها يعني كي تبدا تغلي نقص لها النار، بعد ما تبدا تغلي حتى يبدا هذاك الحليب يطيب. الوغ بعد ما نقص للنار ندير الفرماج اللي عندي، هذه كريمه الجبن، ديري اي نوع تاع جبن عندك، من الاحسن يكون مبشور لانه المبشور هو اللي يعقدها. ودرت شويه فرماج كان عندي يعني الاخر تاع لابوات، يعني نوحت. يكون عندكم تاع مثلثات تاني ديروا زوج ولا ثلاثه. ومن بعد لي زيبيس نديرو فلفل كحل، رشه برك، رشه تاع الكوري تاع الدجاج ورشه تاع كركب، هذا ما كان كوري الدجاج وكركب وفلفل كحل. هذه بالنسبه للتوابل اللي يجوا في الصلصه. ومن بعد نبدا نستف في هذوك يعني الكرنب تاعي اللي راني معمرته بالدجاج، ستفوهم كامل يعني طيبتهم على اقل من مهلهم حتى طابت الحشوه تخي بيان، وثاني كيحافظوا على الشكل تاعهم. ونديرهم في هذيك لاصوص تاع الجبن وندير لهم شويه من الفوق شويه جبن اختياري، هذا اختياري يعني جبن مبشور من الفوق. الوغ نغطي عليهم ونخليهم يتجمروا مليح وتعقد هذيك لاصوص، ونقدموهم كيما كنت تشوفوا حتى تعقد هذيك لاصوص تجي بزاف بنينه. رطوا بالكم غير من الملح لانه كلشي درنا فيه الملح، الوغ ديروا غير شويه شويه يعني ديروا حسابكم للملح باش ما تجيكمش مالحه، تجي بزاف بنين بزاف بنين هذا الطبق، جربوه وردوا لي خبر. انا كنت موالف نديره سواء نحشيه بالدجاج ولا بالكفته ونديره بلاصوص طومات، يعني موالف ندير لاصوص طومات ونديره في الفرن. وهاد المره بدلت يعني بدلت الطريقه، درته بصلصه الجبن وبحشوه الدجاج، جا بزاف بنين. نتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم وتجربوه. اذا غالياتي هذا كان الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يا ربي يعجبكم ونال رضاكم. البناتي دخلتوا جدد معنا مرحبا بكم غالياتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. البنات اللي سقسوني على تطبيقاتهم ويرسلوها لي في الانستغرام بيان سور، في الفيسبوك تاني صفحتي على الفيسبوك نفس اسم القناه وصفحتي على الانستغرام نفس اسم القناه، بصح انا وين موجوده بزاف ونريبوندي بزاف، نريبوندي في الانستغرام بزاف، يعني انا تلقوني فما توجور اكتيف على عكس الفيسبوك ما نكونش فيه بزاف. المهم البنات في الاخير استودعكم الرحمه الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.